السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا عندنا واحد الهاتف اللي متواضع جدا من شركه نوكيا اللي اكيد كلشي كيعرفها. هذا الهاتف اللي ديجا محارب الاخوان، فيه واحد المشكل اللي هو مشكل افيشور كتشعل البيضه، وشحال من واحد كيقول لك مشكل في الافيشور. الاخوان لازم نردوا البال، راه بعض المرات الاخوان تيكون عندنا واحد المشكل في الافيشور بالنسبه شي على بيضه، ولكن المشكل في الحقيقه راه ماشي من الافيشور. يعني المشكل فين تيكون؟ تيكون في السيركو ولا في الكارت مار، يعني سيركو تيكون مضروب باش هكا كتشعل البيضه. يعني واخا تحاول تبدل افيشورات 100000 مره الا وكتبقى تشعل لك بيضه. يعني درنا هذه التجربه الاخوان، مشينا جبنا افيشور اللي شعلات بيضه، ولكن عرفت تاكدنا 100% بان المشكل في السيركو. الاخوان هذا المشكل هذا راه كيعانيو منه بزاف ديال الناس بالنسبه، ولكن بعض المرات تيكون مشكل في افيشور. يعني خصنا نعرفوا نتاكدوا ماشي مره ماشي جوج باش نحيدوا لنا داك الشك نهائيا. بالنسبه لهذا المشكل غالبا ما تيكون من السيركوي، نحاولوا نبدلوا سيركوي باش تيسرنا الامور ان شاء الله.